بالنهاية الركيزة الأساسية في الدعاوى المقدمة من قبل قوى الإطار التنسيقي وتحديدا كتلة الفتح وأيضا النهج هو تقرير الشركة الألمانية الفاحصة الذي تحدثت به عن عملية التلاعب والتزوير وعن قضية الأجهزة البيومترية وفضلا عن قضية 79% من إعلان النتائج الأولية وهذا مخالف للقانون وحتى عملية التشكيك بالنسبة التي أعطتها مفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اليوم الثاني والتي تقدر ب 43% في حين تقارير دولية وغيرها تقول بأن النسبة لم تصل إلى نصف هذه النسبة. يعني تعقيبا على كلام الأخ نجم القصاب وجهة نظرة محترمة، أنا بتقديري أننا نتحدث عن أغلبية، يعني الحكومات الأغلبية التي تتشكل في الديمقراطيات المتقدمة مثلا في أوروبا وغيرها لا تتحدث عن بيوتات، ليس لديها بيت سني وبيت شيعي وبيت كردي. يعني خاصة نحن لدينا دكاكين يعني من الأحزاب السياسية في كل دورة انتخابية، لدينا تفريخ سياسي ولدينا انشطار، حتى أصبح لدينا إسهال سياسي في الحياة السياسية العراقية. لديهم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية حزبين، الجمهوري والديمقراطي، في إيران الإصلاحيين والجمهوريين، ما عندهم هذا الكم الهائل من الأحزاب. بالتالي إذا ما افترضنا سيناريو معين وهو الذهاب السيد مقتدى الصدر مع السيد مسعود برزاني مع السيد الحلبوسي، هنا يصح أن نقول هذه أغلبية، لكن ليس لديهم تلك الأرقام. أرقامهم تصل بحدود 131 تقريبا، إذا ما جمعنا 73 مع 37 مع 31 بعد ما خفضوا الحزب الديمقراطي مقعدين. يعني بمعنى أنه أنت ما تقدر توصل حتى تسمي رئيس وزراء اللي تحتاج 165 زائدا واحد 166. فما يصير أن احنا نقول البيت السني كله يجي والبيت الكردي كله يجي، ومن نجي نوصل للبيت الشيعي نقول لا بس الكتلة الصدرية، قوى الإطار التنسيقي خلت تروح. طيب، حركة امتداد خلينا نتحدث عن اجتماع يوم الثلاثاء عن المقاعد والمستقلين أيضا.